أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. رحلة هذا الأسبوع سوف تكون إن شاء الله في منطقة نجران. قبل أن نتعرف على عادات وتقاليد وآثار أهالي منطقة نجران، سوف نأخذ فكرة عامة وتاريخية عن منطقة نجران. معي الآن الشيخ حمد محمد آل منيف من أهالي منطقة نجران. مساك الله بالخير يا أبو حسين. حياك الله، بالخير يا أخ سيد. طال عمرك السادة المشاهدين، نبغاك تعطيهم فكرة عن منطقة نجران. والله يا طول عمر، تاريخ منطقة نجران اللي أنا عرفتها من حدود عام 68 أو ما سمعت عن شيباني القدماء، إن كانت نجران مشتهرة بالتاريخ، ومثل ما تعرفون في هذه منطقة الخدود كما ورد في القرآن الكريم في سورة البروج، فهذه من تواريخ العريقة. نعم. وأهالي نجران كانوا يعيشون في الماضي على إنتاج المحلي. نعم. من التمر والبر والذرة. يعني كانوا أساسا يعتمدون يعتمدون على إنتاج المحلي، الزراعة. إنتاج المحلي. نعم. والآن من فضل الله توسع الخير. وصاروا يعتاشون على كل. أظن نفس الشيء الحين بعد يعتمدون على الإنتاج، يعتمدون على المحلي وغير المحلي. نعم. الحمد لله رب العالمين. أبو حسين، نجران ليش سميت نجران؟ حسب ما قرينا من التواريخ في كتاب أطلق عليه كتاب نجران، نعم، إنه كان أول من سكن نجران شخص يسمى نجران، ما أدري عن يعني تاريخه هويته بالنفس. نعم. ما أدري. وهو ما قبل القرون، ما قبل النبي. نعم. تسمينا نجران. نعم. يسمينا نجران. طيب تقول لي ان اهالي منطقه نجران يعتمدون اساسا على الزراعه. نعم. في باديه اظن بعد في نجران. في باديه نجران. نجران هذا نجران من عندنا يسمى نجران، من المضيق الى الخضراء من الشرق. المضيق اللي هو من وين المضيق؟ المضيق محير مهد السير من الغرب. نعم. الى الخضراء هذا نجران. ما وراء الخضراء بوادي نجران. ما شمال ضواحي نجران مثل حبونة وبدر هدادة والخانق طيب أبرز معالم منطقة نجران وش هي؟ أبرز معالم نجران هي مدينة الخدود. عم حسن سرور من أهالي منطقة نجران، قام بعمل بير وسواني. حياك الله يا عم حسن. حياك الله.
تحدثنا عن السواني اللي انت مسويها، ليش مسويها الحين؟ ما العلم عندكم فيه مكاين ومضخات يعني ما تحتاجون هالسواني هذه، ليش مسويها الحين؟ اللي هيضنا عليها كانت البير هذه قديمه. ايه سابق الوقت. لها تقارب 900 سنة. هذا البير؟ هذا البير. وخمسين عام ولا 60 عام. ايش اسمها البير؟ اسمها عطية. 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 وهي بير قديمة. وعندي تاريخ لها في حيد منقوب. طلعته من ذيلها. يعني حجر حصلته داخل. حجر من داخل وعندي إياها الحين. إيه. إلى الحين. وش مكتوب فيه ذا؟ مكتوب فيه تاريخها. وسنينها كملها من سنين. كم صار عمرها البير ذي؟ تقريب 900 سنة. 800 سنة. وما أدري كم، 50 عام أو والله إني ما أدري. طيب ليش أنت الحين حطيت سواني عليها و... ليش ما تحط مكينة؟ المكينة مركبها على بير غير. وهذه أبغاها تذكير لعيالي. واللي الجماعة. والمنزارها. وتذكر ماضيك. وتذكر أنت لها. وتذكر ماضي. إيش أحسن في السواني أول أو في السقاية المزارع؟ المكاين الحين ولا السواني؟ المكاين الحين موتت الزرع بكثر الموية. كثر الموية موتت الأرض. موتت الخضرة. البرسيم كله سببه، والمضخات هذه على سبب كثر الماء الموية. طبعا لأن كل شيء من الزراعة يبغى لها قدر. فحين من أول الموية عندنا شوي. ويجي القمح عندنا بذرة كثير. نحصل قولتنا 300 فرق على البير اللي نحطها 50 دنم. تقريب 300 فرق. والفرق نقول له 24 صاع. هذا بر. بر. بر وذرة. قمح كلها. فحطينا هذه تذكرة على حسب أننا سمعنا التراث ودنا الحكومة به. زين الشغلات اللي موجودة والمعدات اللي موجودة في البير حقت السواني إيش هي؟ هذا نقول له دلو. الدلو هذا الدلو اللي الدلو طلع حق الموية اللي طلع الماء من البير. اللي طلع الماء من البير. أيوة. والعيدان اللي فوق نقول لها عراقي. ورشة اللي يسحبه نقول لها رشاء. الحبل اللي يسحبه نقول رشاء. في واحد من فوق وواحد من فوق من واحد من فوق وواحد من تحت. وبعدين المحالة الكبيرة نقول لها عجلة. اللي فوق. الفوقية. والتحتية نقول دراجة. واللي هي معلقة فيها نقول سنف. عندكم في نجران في بعض البير يحطوا لها قبالين على ما. نعم. عندنا بير على قبالين. كم تقعدون تسنون عليها أول؟ نسني بعض المرات لما قد به ضرورة على المزرعة. نسني الليل والنهار. نقول لها دلجة ليلها ونهارها. مستمرة. مستمرة. ما تفك الليل ولا النهار. طيب في مثلا مساحة قدرها 30 دنم. متى تخلصونها مثلا؟ إذا يعني في حساب 4 أيام 5 أيام. وهي تختمها بالقبالين. بالقبال واحد. بقبال واحد. بقبال واحد. طبعا يتساعدون لما يكون في قبالين. نعم. ناس وناس ويساعدون. نعم. كلهم على. نعم يتوظفون يوم ياخذون هذولا ويوم ياخذون هذولا. وبعدين كنا نعد كلنا على رفيقه. يعني كل واحد له يوم. كل واحد له يوم. ولا يقسم اليوم نصفين، ياخذ هذا نصفه الاخر وذا نصفه. زين اشوف عندك جايب بل. ايش الفرق بين البل وبين البقر؟ البقر احسن عند العمل. أخف على السواني على الخسارة. والبل نعين منها لبن وحيران. يعني ما بس ونشجع بها. بس تستهلك أكثر من البقرة هي. هي تستهلك ساعتها كثير. أعزائي المشاهدين، من الصناعات التي لا زالت مستمرة في منطقة نجران صناعة الخناجر. معي أحد العاملين في هذا المجال. حياك الله يا طويل العمر. أهلا. حياك الله. مرحبا. تعطينا فكرة عن الصناعة اللي قاعد تشتغل فيها. والله يا طويل العمر هذه نشتغلها. من القرون رأس خناجر. هذا أول شيء. هذا رأس خنجر. هذا رأس خنجر. نشتغله. هذا قرن. مو زراب. ونشتغله لما يطلع إلى رأس خنجر. قرن هذا منين تجيبونه؟ هذا قرن والله يا طويل العمر نستورده من الحبش. من السودان. طيب السلال. وهذا السلال يا طويل العمر فيه ناس من أخواننا المواطنين يشتغلوها هنا. الحدادين. طبعا حديد هذا عادي. هذا حديد يعني عادي وفيه يعني صلب. شيء صلب وفيه شيء عادي. وشكلونه على شكل. وتشكيله يعني على الطلب. على طلب يعني السوق. اللي يبغى طيب واللي يبغى بطال. انواع الخناجر اللي عندكم وش هي؟ والله انواع الخناجر فيه منها زراف. ايوه. وفيه منها قرون. اللي هو هذا ايش؟ هذا قرن. وهذا يطول عمر زراف. هذا قرن. هذا قرن
بقر. قرن بقر. أيوة. إيه؟ وهذا زراف. أيوة. وهذا يا طويل العمر نقول له خف. خف المطية. خف المطية. هذا خف مطية. إيه وش يأخذونه منه هذا؟ يأخذه من الخف حق المطية. يصلح لحد قبل ما يطلعه يعني رأس كذا. خف. إيه. من الجلد يعني؟ من الخف حق رجلها. أو إيه أو إيه يده. إيه وتصلح منه هذا. ويتصلح منه هذا لما يجمعه ويحطوه رأس كذا. إيه. نقدر نصلح حنا. وغير الروس الثاني غير هذه. وغير الروس ما فيه إلا هذا. ولا زي هذا الوضيحي. القرن حق الوضيحي. تصلحون منه الروس. هذا نصلح منه الروس. هذا هو. بس إن هذا يصير في متاحف ومتاحف وزينات. يعني هذا هو هذا. هذا هو هذا بس إن هذا متين شوي وهذا خفيف. طيب هذه الشغلات منين يجيبونها؟ هذه والله يا طويل العمر هذه نجيبها شيء من السعودية. إيه. وشيء من الكويت. إيه؟ وشيء من عمان. وشي من اليمن. أغلبها طبعا من أفريقيا. كلها يعني أغلبها من أفريقيا. طيب أنواع السلالة. أنواع السلالة فيها طويل العمر حضرمي. في حضرميات وفيه نجرانيات. إيه. والذي الحين اللي طلعت هذا خنجر دوجاني. دوجاني إيش معنى إيه؟ دوجاني؟ الحسن. 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 طبعا هذه كلها فضة. هذا كله فضة. وهذا هو هنا مكتوب. عليها الختم. عليها الختم. ولا في الحسن؟ لا في الحسن. مصنع في الحسن. في الحسن. ما أحد يقدر يصنعه. طيب وهذا؟ وهذا طويل العمر بني شهر وشهران وعصير. هذا خنجر ولا؟ هذا يسموه ذريع. 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 هذا قديم. هذا الذريع. طيب وهذا؟ وهذه المحلية. هذه تبعنا أهم نجران. هذه خاصة هذه. هذه تأخذونها كزينة. هذه يأخذوها يعني تراث. 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 قديم. وهذه السلة. أيوه هذه طبعًا السلة. أيوه هذا الخف اللي قلت لك هذا خف. خف الجمل. هذا الخف حق الجمل. طيب أغلى سلة موجودة عندك. أغلى سلة هي طويل العمر فيها أنواع ثانية. إيه. في زي هذا اللي فوقي. إيه هذه غالية. هذه يقولوا لها يعني الخيري يعني من الصلب. خيري. الخيري هذا الخيري. الخيري. إيه. يعني يضربها رأيها إلى 2000 ريال الحبة الواحدة. السلة لحالها. طيب بس ما حد يقدر يشتغل زيها. في قيمة للسلة وفي قيمة للرأس. في قيمة للسلة. هذا الرأس يعادل عن 6000 7000 8000. ليش هذا من وش؟ علشان هذا أسعدي. هذا الصلب حق الزراف. القلب حق الزراف. لقينا هذا يصير زي كذا زي هذا القرن حق وحيد. إيه. القرن. إيه. وبعدين هم يأخذوا القلب. طيب الخنجر. هذا القلب. الخنجر اللي بتسويها مثلا زي كذا. الخنجر يعادل إلى 25000. إذا طلع من هذا يعادل إلى 25000 وهو زي هذا. لا قصدي كم الوقت اللي تاخذه عشان تصلحه؟ ناخذه حدود يومين ثلاثة أربعة. يومين ثلاثة أربعة. أربعة في الرأس يعني نشتغل. طبعا تحطون فضة وتحطون. لازم نحط فضة ولازم نحط يعني كل ما يلزم له مرة. نحط زي هذا. يعني إذا جاكم واحد وقال لكم أبغى خنجر مواصفاتها كذا 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 تسوي. لا نشتغله. نشتغله على طول. نشتغله زي هذا ونحط له يعني نقشه من هذا زي حق عمان وزي حق دول الخليج بأكملها. نشتغل. طيب شلون اقبال الناس عليها؟ والله لا باس بالنسبة. ماشي. والله هي مستمر الحمد لله. طيب شكرا يا. العفو. شكرا. العفو. من قبالة كلهم على الآخر في المناسبات. أعزائي المشاهدين، مدينة الأخدود مدينة أثرية مشهورة في منطقة نجران. معي الآن الأخ صالح محمد آل مريح مدير المتحف الإقليمي في نجران والمشرف على الأخدود أو المشرف على مدينة الأخدود. حياك الله يا أخ صالح. لو تعطينا فكرة عامة عن مدينة الأخدود الأثرية. بكل سرور يا أخ سعيد.
مدينة الأخدود الأثرية تعتبر من المناطق الأثرية الهامة في المملكة العربية السعودية. مدينة الأخدود تقع في وسط مدينة نجران، حيث تطل على وادي نجران من الجهة الجنوبية، ويحيط بها من الجنوب سلسلة جبال. مرت مدينة الأخدود بعدة عصور مختلفة، لعل أقدمها الألف الأول قبل الميلاد. أيضا مرت بعصور متأخرة، لعل أهمها العصر الحميري ذو نواس في منتصف الأول القرن الأول الميلادي، حيث حدثت حادثة الأخدود المشهورة والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم. سبب هذه الحادثة أن أهالي المنطقة، أهالي مدينة الأخدود، اعتنقوا الديانة النصرانية، مما عز ذلك على الحميري ذو نواس الذي كان يعتنق الديانة اليهودية بطبع. ففتك بأهالي المنطقة بواسطة أن حفر لهم خندق وتم إحراقهم. وتقدر ضحايا ذلك الحادث حسب رواية بعض المؤرخين ب 90,000. وهذا طبعا يجوز أنه مبالغ فيه، ولكن لهول الحادثة حدث بالمؤرخين للمبالغة. مدينة الأخدود تكثر بها الرسوم والنقوش المتميزة التي تعود إلى عصور، أيضا يكثر بها القطع الفخار المتناثرة في كل جانب وصوب، وذلك باختلاف صناعتها، فمنها ما يعود إلى العصر البيزنطي، ومنها ما يعود إلى العصر الإسلامي، سواء كان أموي أو عباسي. كانت مدينة الأخدود سوقا تجاريا للقوافل التجارية، سواء القادمة من اليمن أو القادمة من شمال الجزيرة. كان تجارة التوابل والبخور هي الرائجة في مدينة الأخدود، وهذا ما جعلها مدينة متميزة. ومما لا شك فيه أن منطقة نجران كانت، موقع منطقة نجران ككل، هي من الأسباب المباشرة التي أعطت لمدينة الأخدود موقعا متميزا وذات شان في المنطقة. حظيت مدينة الأخدود كغيرها من الآثار في المملكة باهتمام الدولة ممثلة في وزارة المعارف، حيث تم إنشاء متحف إقليمي، وتم تسوير المدينة بتكلفة إجمالية بلغت تقريبا 22 مليون ريال. Thank you.
أعزائي المشاهدين، وفي سوق منطقة نجران نلقي الضوء على بعض الصناعات اليدوية القديمة. حياك الله يا أخي. الله يبقيك. نبغى نتحدث عن الأشياء اللي موجودة قدامك. كل هذه طبعا صناعات يدوية. نعم، كل هذا الأشياء صناعة يدوية. طيب تشرح لنا واحدة واحدة. هذا إيش تسمونه ذا؟ هذا نسميه مطرح. هذا يصنع من إيش؟ يصنع من كلها يدوية، من نمص. من نمص. نعم. ويستخدم في إيش؟ يستخدم هذا تبع الضيوف يقدموا فيه الخبز. وما خبز وتمر وعيش. ليش هذا يختلف عن هذا؟ والله هذا هذا لون ثاني. هذا فتل. إيه. وهذا عنك يعني نمص. فوة. هذا المطرح. جيب هذه ردها ونشوف شيء ثاني. هذه وش ذي؟ هذه عنك برمة حق اللحم. يطبخون فيها اللحم. إيه. حطونها على القز. يقوموا يحطوا اللحم فيها يطبخون يطلع يعني. إيه. مرق مع اللحم سليقة. حطونها على الجمر ولا على القز؟ على القز ولا على الجمر كل واحد. ومصنع وش هو هذا؟ هذا مصنوع من الحجر. الحجر. نعم. هذا البرمة. برمة. طيب وهذه؟ هذا عندك جمانة حق القشر. إيه. حطوا فيها الموية. حطوها على القز يطلع قشر. وش مصنوع منه؟ هذه مصنوعة من الطين. تتحمل الحرارة دي؟ نعم تحمل دي. يحطونها على القز ولا على النار ولا على أي شيء. وهذا وش هو؟ هذا عن قدح. مصنوع من الخشب. أي خشب هذا؟ هذا يعني علب ولا أثر كلها واحد. طبعا موجود الخشب عندكم؟ نعم موجود هنا متوفى كثير. ويستخدم للمرق؟ هذا للمرق. شوفه بعد خفيف. خفيف طبعا بس. هذا يعني ما يستحمل النار. ما يستحمل الحرارة طبعا لأنه خشب. وهذا وش ليش هذه؟ هذه زينة. هذه زينة بس. شو تسمون هذه؟ هذا قلت. إيش تسمونه؟ قديم. هذه نسميها يعني عراوي. ده. عراوي. نعم. إيه. زين. هذا نفس الشيء هذا الغطاء. هذا عنك الغطاء نفس من نفس المطرح ذا اللي تشوفه. إيه. وهذا وش اللي تحت؟ هذا عنك مدهن. يسمونه مدهن. نعم مدهن. وش مصنع منه؟ مصنوع من الحجر زي البرمة هذه. وش يستخدمونه فيه؟ هذا نستخدمه المرق وما مرق ونحط فيه البر والسمن. وهذا طبعا مطرح بس انه هذا صغير. هذا مطرح. نعم. صغير. وهذا ايش تسمونه هذه؟ هذا عندك نسميها شت صغير. كانوا يحطوه في سابق الوقت الفناجيل. ايه عشان ما تتكسر. نعم علشان ما تتكسر. وهذا اللي تحت الكبير ذا ايش تسمونه؟ هذا يحطوا فيه الخبز علشان يكتم الحرارة. ايه. الخبز ما يبرد فيه حطوا فيه الخبز محكمة ولا نعم محكم. تذكرون يصير محكم. نعم محكم هذا. طيب هذا وش هو ذا؟ هذا عندك مدخنة. هذه مدخنة. مدخنة. مدخنة حقة البخور. نعم حق البخور. وهذا نوع ثاني أظن. وهذا عندك نوع ثاني. ايه. مصنوعة من ايش هذي؟ هذه يعني كلها من الطين مصنوعة. مصنوعة من الطين. نعم. كم تقعدون عشان تصنعوا الوحدة من ذي؟ والله يقعدوا بعضهم يعني يصير في اليوم 20 حبة 25 10 حبات. ايه. في اليوم. طيب وهذه الكبيرة ذي؟ هذه حق الموية يبرد الماء. زير. زير هذا يعني زي ما تقول زير. مصنوعة من الفخار. نعم من الفخار هذا الطين. طبعا تشكلونها بالاشكال هذه انتم اللي تسوونها. نعم الله الله. تشكيل. طيب ورنا بعد اشياء ثانية موجودة ما شفناها، وش اللي باقي؟ كلها شفنا هذا اللي تشوفه ما في شيء باقي. طيب شلون اقبال الناس عليها؟ والله يعني عادات اهل نجران المنطقة هذه. يحبون هذه. اهل نجران يعني عاداتهم من زمان يحبوا هذه حقتها. وما شاء الله كلها صناعات محلية يدوية. نعم كلها هذه اللي تشوفها صناعة محلية وبعدين كلها يدوية. ايه واللي يصنعونها واجد الحين ولا؟ كثير كثير متوفرين. متوفرين واجد. نعم. وأن أقبلت يوم ما تصوي مشاربها.
أعزائي المشاهدين انتهت هذه الحلقة، نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.